الإذاعة الوطنية فضاء مفتوح على الرياضة. شكرا لك. غنمشي الآن رياضة ديال الكاراتيه لك كما سمحتي. سلا أجلمان معنا وهي بجانبنا هاد الفتاة الواعدة اللي تمكنت على أنه في رياضة الكاتا تحصل على ميدالية في بطولة العالم، ومشي سهلة أنها تحصل في رياضة الكاتا. سلا أجلمان مرحبا بك. شكرا لكم على هذه الاستضافة. وبالنسبة لي التزويج اللي قلتي في الكاتا، اللي سيغتو الكاراتي كتعتبر واحد الرياضة اللي سوبجيكتيف، يعني ما عندكش واحد الكولوار خاصك توصل له ولا ربحتي راه انت الاولي، يعني كيكونوا لي زاربيتر، كيكون بزاف ديال الحوايج كيدخلون في الريزلت الاخرى. والحمد لله بالنسبة لي هاد النتيجة بالنسبة لي اللي عطتني واحد الشحنة إيجابية باش نزيد نخدم من هنا لقدام ونزيد نحقق الأهداف ديالي، وعلى رأسها الألعاب الأولمبية إن شاء الله اللي هتكون في طوكيو. والكاراتي غادي يكون كأول مرة مشارك في إن شاء الله رياضة الكاراتي ماشي تقول السمية ديالها في الألعاب الأولمبية، خصوصا أننا ديجا دخلنا في لابريباراسيون ديالنا في لو سونتر ناسيونال اللي بدينا كنوجدوا له هذه واحد المدة، وموفرين لنا كاع الظروف الحمد لله تحت رئاسة ديال السيد محمد مقتبيل اللي موفر لنا كاع الظروف باش نكونوا ديما في لوطو. هذا هو المناسب باش الدعم اللي توفر لكم الجميع، خصوص السنتر بعدا كيوفر لنا الظروف كلها باش نكونوا عايشين في واحد الوسط اللي كان مرتاحين من ناحية ديال القراية، ما كتفكرش فين مشي فين نجي، عاد خاصني نشد ترونسبور، بحيث أنني شحال هذه فاش كنت قاطنة في المدينة ديالي كنت كنفكر عاد خاصني ناخد ترونسبور، خاصني نمشي لاصال، خاصني كيفاش ندير نهار نمشي، ولكن دابا الحمد لله كل شيء متوفر في لو سونتر، وإن شاء الله كنتمنى نديرو المزيد من النتائج إن شاء الله. الكاراتي فين يمكن لك توضعي الكاراتي المغربي على المستوى العالمي؟ مؤخرا انت من مدينة فاس اعتقد؟ لا انا من مدينة طنجة. مدينة طنجة شمال. الكاراتي المغربي بدا كيقول الكلمة ديالو في المونديال، خصوصا وان كاع كتلقى كاع الزملاء ديالي في الفريق الوطني كيوصلوا للدومي الفينال فينال، شحال من ابطال العالم اللي دازوا عندنا اللي ديما كيقولوا الكلمة ديالهم في لي زومبل انترناسيونال ولا في دي شامبيون دي موند. سلا أجلمان هي الوحية الرياضية اللي فازت بأحسن رياضية لسنة 2017، وكانت الوحيدة، الغريب أنه كانت الوحيدة. مراد المتوكل، يعني كلمة فيما يخص الكاراتي الآن دخل التتويج لأول مرة في التاريخ ديالو. C'est une grande première le karaté المغربي و une grande première la femme marocaine. انا تنظن بان مازال ما عطينش الحق tout le droit qu'il faut la femme marocaine في المجال الرياضه. La jeune championne هنا تتهضر لنا على les conditions اللي مكنوها باش justement باش توصل لهذا المستوى هذا. شوف راه سي بارفوا دون سيمبليسيتي، وبعض المرات تنبغي نصعبوها تنصعبوها. سي دابا ها هي تتقرا في ان سونتر وتتدرب في هذاك لو سونتر، وعندهم انا اسكو داكشي اللي سمعت عندهم واحد ليسبري فاميليال، واحد لا كونفيفياليتي، واحد لو ريسبي سورتو، حتى هادشي خصنا نهضروا عليه. ولكن تنشوفوا بعض المرات حوايج قلال يقدروا يوصلوا ان شامبيون لين شامبيون. ماشي الفلوس كلشي، كاين شي حويجات لي فريمون زعما اللي تي دروك، وشي حويجات كي بارفوا تيعطونا داك كي نو فون بليزير. وكونت اون فوا بحال دابا لا رياليزاسيون ديال لا شامبيون زعما فريمون كاين يا ديال ليسبوار.
التعقيب من طرف الزميل بدر الدين الادريسي قبل نمشي البورتري عدت وفاء على سلا اقلمام. الزميل عادل انا كنعتقد على انه اذا كان هناك من خيار استراتيجي كتفرضوا علينا السياقات الزمنيه الحاليه الوقت اللي ولات الرياضه تمارس على المستوى العالي واصبحت النتائج على مستوى الالعاب الاولمبيه وبطولات العالم تقتضي تهيئا من نوع خاص، فبالتالي اعتقد على انه بتنا بحاجه الى ان نمشي الاختيار في التفريق بين الرياضات، بين الرياضه القاعديه والرياضه الجماهيريه، رياضه النخبه ورياضه المستوى العالي اللي كنا كنتحدثوا عليه دائما، راه باش تهيئ بطل اولمبي بالمستوى ديال هاد الشابه او بالابطال الاولمبيين اللي مروا علينا، لابد انك خصك تصور انك 12 سنه ديال الاشتغال من المستوى العالي. فاذا كنعتقد الخيار الاستراتيجي اننا نمشيو في اتجاه ديال رياضه المستوى العالي اللي خصو يتحدث على مستوى اللجنه الاولمبيه ووزاره الشباب والرياضه، وربما حتى المركز الوطني اللي تحدث ديال الكاراتيه اعتقد عتدفع كبيره لهذا. والجامعات يجب ان تذهب نحو هذه المراكز لانها تعزز هذا رياضه المستوى العالي. الى البورتري عن سلا اقلمام احسن رياضيه لسنه 2017 من اعداد وفاء نصر. أبت ألا تطوي صفحات عام 2017 إلا وقد حققت بعضا من أحلام ترعرعت بداخلها منذ أن كانت طفلة. سناء أقلمام تخطت لاعبات ينتمين لمدارس رائدة ببطولة العالم بإسبانيا في رياضة الكاراتيه ضفرة بالبرونز. شحال أنا كنحلم بهذا لاميداي في شامبيون دي موند ملي بديت في كاتيجوري كادت، وانا كنفكر انني خاصني ندير لا ميداي في الشامبيون دي موند، والحمد لله هاد الشامبيون دي موند كانت بالنسبه لي بوزيتيف 100%، بحيث انني قدرت نفرض الوجود ديالي، خصوصا وان تيغاج دي سور اللي كان عندي ماشي سهل، كاع لي زادفيرسير اللي ديجا دي شامبيون دي موند ديجا عندهم بالماريس مونديال. شخصيه سناء القويه دللت امامها الصعاب وسعيها لترجمه احلامها الى واقع حفزها للتفوق على بساط التباري. محمد الهاني احد اعضاء الطاقم التدريبي للمنتخب الوطني. هي تبارك الله عليها سناء بالخصال ديالها والاخلاق ديالها اللي كتشوف فيها حتى في الطاقم اللي كتكون كتخدم، تبارك الله عليها داك لاماتوريتي اللي عندها كتبان حتى في الكاطا ديالها، داك لا ديسيبلين وداك القريحه باش باغا توصل لو نيفو اللي وصلت له دابا، وهاد لا ميدال اللي وصلت ليها راه كانت كتخدم عليها ملي كانت كادات، كتشارك في الشامبيون دي موند كتقاتل مالغي شويه الكاطا في الانترناسيونال كتكون صعيبه لا ديسيزيون فيها، لحقاش كتخد ديسيزيون وحده وما كتقدرش تعاود ترجع في المباراه. سناء بداك الخدمه ديالها والعزيمه ديالها وعاده كيف ما كنقولوا ما طلقاتش قدرت تاخذ لا ميدال دو برونز ديالها. برونز مونديال إسبانيا يؤرخ لميلاد بطلة واعدة. حسن فكاك المدير التقني الوطني. يعني الميدالية النحاسية في بطولة العالم امتياز كبير، لأن سناء يعني من ضمن لي زادفيرسير ديالها كانت اليابانية اللي كانت بطلة العالم، وأول مرة يعني مغربية وأول مرة ربما نو جابونيز كتنتصر على إن جابونيز. سيت اون بيل بيرفورمانس اللي دارت سناء في هذه بطولة العالم، إذا عندها مستقبل تبارك الله. سناء كاينة في المركز الوطني لرياضة الكاراتيه اللي فيه تقريبا واحد 16 ديال الوليدات اللي ساكنين في المركز وكيقراو في المدارس القريبة للمركز، لأن عندنا في جامعة الكاراتيه ديما لا بريوكوباسيون باش الوليدات يديروا لو سبور دو نيفو ويكملوا الدراسة ديالهم، إذا خصنا نمشيو معاهم حتى في الدراسات ديالهم. سناء أقلمام مستقرة بالمركز الوطني للكاراتيه بالرباط وتتابع الدراسة بالمعهد الملكي لتكوين الأطر مولاي رشيد سنة ثالثة. ابنة مدينة طنجة ماضية في دربها، باحثة عن التألق الرياضي والتفوق الدراسي. سناء تراهن على تتويج بأولمبياد طوكيو 2020، وقبل ذلك محطات عالمية ستنال كل تركيز. ميداي في لي جوز اولمبيك بيان سور، وقبل هذاك لوبجيكتيف اللي هو كبير كاينين لي زيتاب كيما قلت لك دي شامبيون دي موند اللي جايين هنا قبل لي جوز اولمبيك. سناء اقلمام تلقت ابجديات الكاراتي وهي طفله لم تتجاوز الخمس سنوات بنادي نصر طنجه، بدعم من والديها اللذين شكل سندها وداعمها الأول، وهي اليوم تقطف أولى الثمار ومتعطشة لمزيد ميداليات. هي سناء أقلمام بطلة رياضية متوجة على مستوى بطولة العالم، أيضا أنت متوجة على مستوى الدراسة ديالك 16 سنة تدرس بالمعهد مولاي رشيد سنة الثالثة، ما تلقى الصعوبة في التوفيق ما بين الرياضة والدراسة سناء؟
اكيد كنلقى صعوبه، خصوصا ان المغرب باقا ما خداش داك ستاتوي ديال سبور ايتيد. يعني باش نيكيليبري بين جوج الحوايج، راه كندير واحد البروغرام ديالي في لاسمين، فوقاش نتريني، فوقاش نجي، فوقاش خاصني نراجع، فوقاش خاصني بزاف الحوايج. ولكن بحال اللي قلت لك، هاد لو سونتر ناسيونال اللي داروا دابا كان مستقره فيه، الحمد لله ما بقيتش كنلقى صعوبه بزاف. كنرجع من ليكول ديريكت هما كنمشي لاصال تما، كلشي تما. ما كتفكرش انك كيفاش تدير، كيفاش خاصك تريني، شكون يتريني. المهم دابا الحمد لله الظروف موفره. كنتمنى ولا مستوى الدفاع عن النفس ما كاينش مشكل. طيب ادعو زميل حسن الحريري ان يقدم الدرع احسن رياضيه لسنة 2017 لسنة أقلمام بطلة الكاراتي، وبالتوفيق إن شاء الله في الألعاب الأولمبية، والتوفيق أيضا حتى في الدراسة ديالك، لأنك تكوني من الأطر الوطنية التي تفتخر بها الساحة الرياضية الوطنية. شكرا زميل حسن الحريري، شكرا سناء أقلمام، توفيق إن شاء الله